مش قديرة. صباح الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا بيتنا احلى. صباح الخير عليك يا تسنيم. صباح الفل عليك يا ندى, وصباح الفل على كل مشاهدينا ومتابعينا ومشاهدتنا بالاخص. النهارده ان شاء الله حلقه جديده, خلينا نبداها معاكم بقصه كده حصلت زمان في عهد المأمون. فعهده امر انه يحمل اليه 10 من اهل البصره, كانوا اتهموا بالزندقة. وقتها زندقة كانت كفر, يعني هي لازالت يعني كفر بالله عز وجل. كان ليها الأول مش عارفة اللي يقول إنها بيعبد إلهين, ودلوقتي لأ هي كفر يعني بواح. فحملوا إليه, أو حد جابهم عنده, فشافهم أحد مين بقى, شوفوا بقى هنا, شافهم واحد من الطفيليين, الناس المتطفلة دول, وهم متجمعين كده ورايحين ناحية البحر. فقال ايه؟ قال ما اجتمع هؤلاء الا لوليمه, يعني دول اكيد متجمعين على اكل بقى, فيلا هرشق معاهم. فدخل معاهم ومشي الموكلين بيهم للبحر وهو مشي معاهم. طيب اللي حصل بقى تسنيم بعدها, مشوا في الزورق او المركب اللي كان معد ليهم, فقال الطفيلي لا شك انها نزهه, اكيد هي فسحه يعني المنظر كده مركب وبحر يقول انها فسحه. فركب معاهم الزورق وبسرعه ايدوهم كلهم من ايديهم علشان ما يكونش فيه اي نوع من انواع المقاومه. طبعا الطفيلي اتايد معاهم وبعدين وفضلوا ايه ماشيين بيهم لحد ما دخلوا بغداد, وخدوهم لحد ما دخلوا بيهم على المأمون ووقفوا قدام ايديه وقدامه بقى كده في الملأ بتاعه. فامر بضرب أعناقهم جميعا, كلهم هيموتوا, واستدعوهم واحد واحد بأسمائهم لحد ما تبقاش إلا مين, الشخص الطفيلي أو الشخص اللي حاشر نفسه ده, وهو خارج عن العدد اللي موجود والناس اللي تم تسميتها. كان باين جدا أنه كملت عدد أنه مش تبعهم والباقي معروف أسمائهم معروفة. طيب فقال لهم المأمون من هذا؟ قالوا والله ما ندري يا أمير المؤمنين غير أن وجدناه مع القوم فجئنا به. فقال لهم المأمون, قال له هو بقى المأمون قاعد يكلمه ما قصتك؟ قال يا أمير المؤمنين والله يا أمير المؤمنين ما أعرف من قصتهم شيء, ما أعرفش عنهم حاجة, ولا أعرف غير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما رأيتهم مجتمعين فظننت أنهم يدعون إلى وليمة فالتحقت بهم, قلت أروح معاهم وأكل معاهم, أتزق كده وسطيهم. فضحك المأمون وقال لهم ايه؟ ضحك المأمون ثم قال بلغ من شؤم التطفل ان حل صاحبه هذا المحل, يعني من كتر تطفله هو بقى في الموقف ده. لقد سلم هذا الجاهل من الموت ولكن يؤدب حتى يتوب. شوفوا بقى قصة حقيقية حصلت فعلا في عهد المأمون. القصة دي مهمة جدا لانها بتوضح لنا ان التطفل والتدخل في شؤون الناس التانية شؤم على المتطفل نفسه, وطبعا على اللي بيتطفل لما يلحق به من أذى كبير. لكن لازم نعرف ان اذا كان المتطفل شخص مخطئ, وهو طبعا مخطئ لانه بيتدخل في شؤون الناس اللي حواليه, لكن الخطأ الاكبر بيقع على اداله فرصة انه يتدخل في شؤون الناس. الاثنين مخطئين, لكن لازم ما نديش فرصة للناس المتطفلة دي ان هم يبدأوا يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة في شؤون حياتنا. عن التطفل هنتكلم معاكم, ولكن خلينا نطلع معاكم فاصل قصير ونرجع نبدأ معاكم حلقتنا.